موعد وتوقيت قنوة النقل لمباراة منتخب المغرب ضد منتخب زامبيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا. مرحبا بكم، موعد مباراة المغرب وزامبيا القادمة في نهائيات كأس أمم إفريقيا والمنظمة بالكوتيفوار 2024. سجل المباريات بين المنتخبين فوز لمنتخب المغرب وفوز لمنتخب زامبيا. منتخب المغرب يتواجد مع كل من الكونغو الديمقراطية تنزانيا بالإضافة إلى منتخب زانيا. استاد دوسان بيدرو هو الملعب الذي سيحتضن مباراة المغرب ضد زامبيا. موعد وتوقيت مباراة المغرب ضد زامبيا 24 من شهر 1 2024 ابتداء من الساعة 9 بالتوقيت المغربي، 11 بالتوقيت السعودي. مباراة تندرج في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بالكوتيفوار بي إي سبور والرياضية المغربية تي إن تي الناقلان لمباراة المغرب ضد زامبيا إن شاء الله. قبل أن تذهب أخي المشاهد أختي المشاهدة، صلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلى اللقاء.